ريمون، كيفاش لقيتوا الجو في مصر واول حصه تمرينيه؟ جو باهي باهي، ما هي تونس خير. تونس خير؟ واي خير من مصر؟ خير من مصر. والتيران؟ والتيران مش هايب، باهي، ما التيران تاعنا خير. باهي، والولاد ولاد السينيور يعني الولاد الكبار الاكبر منك، كيفاش لقيتهم يتعاملوا معاك؟ شنو عاملين معاك؟ لاباس، والله مو فرحان لهنا، لاباس. كلهم مريقلين، كلهم عطيني كوراج في كيب جوي بيان، جوي توجور سافا فينير. انا فرحان لهنا على الزوار الكبار هنا. ياسين الخنيسي كثر الكلام، ياسين مش يلعب مش يلعب الماتش هذايا نتاع الزمالك، ماتش تريز امبورطون، ياسين الخنيسي من هذا كل. والله يضر لي ياسين الخنيسي مع تعامل كل مجهوده، معناتها باش ان شاء الله نحضر طرح الزمالك، ومن هنا نهار الماتش ان شاء الله واحد كان احضر، معناتها احضر بالقدا، وبالطبيعه معناتها يبقى اخر قرار للاطار الفني، كان ان شاء الله معناتها كان لبس عليه ان شاء الله باش نلعب بالطبيعه مع صحابي. كابتن، اليوم كنتوا تنقلتوا شفتوا يعني الملعب اللي قريب لنزول الفريق، لنزول إقامة الفريق، ثم وقع تغيير الحصة التدريبية لملعب الدفاع الجوي أو نيكس ملعب الدفاع الجوي، علاش صار التغيير هذايا؟ والحصة التدريبية شنو هي كانت بالأساس؟ لشنو معناتها مبرمجة بالأساس؟ التغيير لأنه الكاليتي نتاع الجزاء هنا خير، إذا ما يمنعش الكاليتي نتاع التيران اللي في الاوتيل ما هيش خايب يعني باهيه، لكن شفنا انه هذه احسن، دونك هذاك علاش بدلنا، سيرتو انه لانكس نتاع الدفاع الجوي قريب من الاوتيل 15 مينيت من الاوتيل، دونك فماش لونديكاب نتاع البعد، وفماش لونديكاب نتاع الامبوتياج معروفه في القاهره، هذاك علاش جينا لهنا، قينا ترحاب كبير من الناس الحمد لله، يعني سمعة النادي الصفاقسي سبقته. بالنسبة للحصة التدريبية اليوم كان كما شفتوا ماهيش ديكراساج، ماهيش إزالة حرق، كانت حصة كاملة، حصة استراتيجيك فيها سيرتو البلاسمون، فيها سيرتو لي كومبينيزيون اوفونسيف اللي باش نقوموا به إن شاء الله نهار الأحد قاعدين، سي ان ترافاي تكتيك، ومن بعد بيان سور ترافاي دو كونسيرفاسيون باش نتعودوا أول حاجة على الأجواء، وثاني حاجة نتعودوا على الوقت، تعرف انه باش نلعبوا بعد معنا شغال فترة بساعتين ونص، كل هذا خذيناه بعين الاعتبار، كيف فما ممكن كيلك ديتاي خدمناهم في اول حصة تدريبية، كيلك ديتاي تكتيك باش كيفاش باش نكونتريو ليكيب ادفيرس.